هذا الإنجاز الذي وحد اليمن على كلمة واحدة، فرح الناس، خرجهم من الغمة. يعني كانت الأمانة، يعني كان من أمس واليوم والناس في فرح دائم، نسوا الأحداث كلها اللي تعيشها اليمن. بالنسبة لاستغلاله، طبعا يجب أن يستغل استغلال جيد، ليس من الاتحاد فقط، لأن الاتحاد هو أحد أركان الرياضة، ليس كل الرياضة في اتحاد كرة القدم. نتكلم عن الدوري، دوري كرة القدم المتعلق باتحاد كرة القدم. نعم، نحن نتكلم على كرة القدم، فالاتحاد هو جزء، في أندية، في وزارة شباب، في حكومة، في يعني كل هذه منظومة واحدة يجب أن تتضافر جهودها لتسهيل ودعم الرياضة في اليمن. طبعا الدوري اليمني الحمد لله بعد 7 سنوات أقيم، رغم أن هناك العديد من الناس اللي كان شكك في إقامته، بل كان يكذب وكان يراهن ودخل إلى حالات يعني غير كذا، لكن الحمد لله الاتحاد اليمني أثبت أنه عند كلمته وعند وأنه يشتغل بمنهجية وعنده خطط وبرامج، رغم الظروف اللي يعيشها من انعدام الدعم من عدة أشياء، لكن الحمد لله الدوري رغم أنه كلف الاتحاد ما يقارب 700 مليون ريال يمني، يعني لكن الحمد لله أقيم. صح أنه هناك في سلبيات في الدوري، وسنعمل ورشة عمل لتقييم هذه السلبيات والإيجابيات. طبعا في هناك من السلبيات أن الدوري كان مستوى ضعيف، هذا طبعا السبب ليس الاتحاد اليمني لكرة القدم، ولكن السبب أن الأندية واقفة لها فترة، سبب أن الأندية ليس لها دعم، سبب أن اللاعبين أيضا نعم لا يتلقوا الرواتب في أغلب الأندية، يعني في هناك عوامل كثيرة، أيضا الملاعب، التنقلات، كل هذه كانت عناصر كانت في ضعف المستوى الفني للدوري.